تلعب اليوم وشنو تفكر تلعب؟ الدخول هايل برك كاين 16 واحد واعر شويه 16 الوحشه هذاك اللي عيطوا لك هذاك ما هذا ما كان سينو حاله الموفمون كلش كان تدخلون نقلبوها مع اجيرينو ان شاء الله نوقعوا لقاء لقاء ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نربحوا 2-0 ان شاء الله ان شاء الله الله هيا هاك نحيوزي ماركو هيا نحيوزي فيف لاجيري وان شاء الله فيها اليوم ان شاء الله 1-2-3 فيف ان شاء الله نربحوا الكاس وبقرة في الله احنا وان تو ثري في فلاجيري السلام عليكم ان شاء الله نربحوا 2-0 ان شاء الله نربحوا 2-0 وان شاء الله ندو الكاس وان شاء الله يصحى وان تو ثري في فلاجيري انا جينا نتفرجوا لا فينال وجينا هنا جات الدخلة صعبة شوية وانتو فري في فلاجير السلام عليكم ان شاء الله نربحو في هذا اللقاء النهائي وانتو فري في فلاجيري السلام عليكم ان شاء الله نربحو 2-0 وانتو فري في فلاجيري السلام عليكم ان شاء الله نربحوا 2-0 وان تو ثري في فلاجيري ها يا صاحبي زيد اعطيني ان شاء الله نربحوا بصوت خونا الله يحفظك خونا ها يا بنتي ها ان شاء الله يفرحونا اللي جو اللي كيف المحليين ان شاء الله بقرا يدعمهم لي وان تو ثري في فلاجيري السلام عليكم ان شاء الله نربحوا السينيغال ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله يفرحونا وان تو ثري في فلاجيري السلام عليكم خاوتي دوك كانت الدخله شويه سيئه من هذوك اللي عند ما عندهمش لي بي ويجوا هكذا يديروا لنا لاكم برومو هكذا ماشي حق عليكم اللي ما عندوش بي يشري بي ويجي مرحبا به للاستاد باسكو راهي فوضى برا ماشي هكذا يا خي نديروا كوب دافريك ان شاء الله هنا ونديروا درنا الشان ونطلبوا من السلطات يزيدوا يسقموا لنا الوضعيه وصاي السلام عليكم بون السلام عليكم خاوتي ان شاء الله شرفونا لي جوار ان شاء الله نربحوا 2-0 وتحيه بوقرة ولي جوار خوتي اجواء حماسيه ورائعه والدوله خدمتها ودخلنا بنظام وان شاء الله تربح الجزائر وندو كوب دافريك هذه وتحيه عمي واسمو هذاك تاع الهداف جامع مولوديه تحيه بن شيخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انا جيت من ولايه بسه جاي باش نتفرج الماتش جاي نتفرج الماتش اجواء كبيره جدا وجمهور غفير ل 40,000 متفرج مثلا 40,000 متفرج وان شاء الله تربح الجزائر بنتيجه 3-1 على المنتخب اليوم وشنو تفكر الدخول هايل برك كاين 16 واحد واعر شويه 16 الوحشه هذاك اللي عيطوا لك هذاك ما كان سينو حاله الموفمون كلش كان تدخلون نقلبوها مع اجيرينو ان شاء الله لقاء لقاء ان شاء الله نربحوا ان شاء الله نربحوا 2-0 ان شاء الله ان شاء الله الله هيا هاك نحيوزي ماركو هيا في فلاجيري وان شاء الله فيها اليوم ان شاء الله وما حيز ان شاء الله هي ماركي والاستقبال كان رائع كان رائع تبارك الله فيهم كانت اجواء رائعه سورتو مع لي فامي استقبلوهم بيان وهذه هي ان شاء الله نربحوا 2-0 وان تو تري في فالجيري سا سي تري بيان باسي وان شاء الله اليوم لينا لا كوب وان تو تري في فالجيري وان تو تري في فالجيري ان شاء الله نلعبوا 3-0 ولينا ان شاء الله ان شاء الله زويجه قول لهم زويجه ان شاء الله شكون اللي ماركي اليوم محيوس شكون اللي ماركي اليوم قولي لهم محيوس محيوس شحال محيوس زويجه ان شاء الله خو وان تو تري في فالجيري سيبورتو ليكيب بسم الله لا حنا رجينا نسيبورتيو اليوم ليكيب ناسيونال ان شاء الله نربحوا 2-1 وان شاء الله يماركي مزيان وينهدوا البيت لبن حموده ان شاء الله ربي يرحمه السلام عليكم انا من جيجي جاي بيا بوليداتي همدام هنايا وانا جاي نسيبورتي ليكيب ناسيونال من بكري نعم وانا جينا نسيبورتيو ليكيب ناسيونال من بكري ونتمنوا ان شاء الله محيوس ايمن وليد بنادنا ان شاء الله يشرفوا الى جيجل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينهزوا الكاس اليوم 3-0 تهدر الله تسجل
الاجواء تكون حماسيه. انا نشوف بلي لي سيبورتر راهم جايين من كاع الجزائر، راهم حاضرين بقوه ونتمنوا الفوز ان شاء الله. الله نو الحمد لله. والله غير كاين شويه الغاشي والله يهديهم. على كل حال دوك ما عندكش تيكي علاه تجي الطباع ودير مي تنظيم؟ الله يبارك ما شاء الله. والله غير ما شاء الله وصافي بليزير بلادنا. ماذا بينا من مظاهر هذو نتاع الناس اللي ما يشريش تيكي، ما على باليش يا اخي ما تشريش تيكي مره واحده اخرى. جو بريفير واحد يجي بالتنظيم. الحمد لله والله غير دخلنا ديفو تفوت ديباسي الغاشي هذوك سي بون. تسمى كاين تنظيم ما شاء الله، ميم ستاد ما شاء الله الله يبارك. لي جون لي فامي تهلاو فيهم لاباس ما شاء الله ربي يحفظكم. اللقاء ان شاء الله بربي باين بلي لا فيكتوار، باسكو حنا تبعنا المنتخب الوطني تاعنا في المسيره نتاعو في الشان هذا، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله ندوها على الهلال. لا كوب دافريك لا كوب داراب ونزيدو الشان ان شاء الله بربي. الشيء اللي نقوله يعني هي اجواء رائعه متميزه في حياه وتاريخ الشعب الجزائري. مازلنا في مسار ان شاء الله يكون مسار في المستقبل، ان شاء الله نفوزوا باستضافه كاس افريقيا في سنه 2025، وين لازم نركزوا كذلك على الناحيه النظاميه ونوفروا ظروف للعائلات باش يدخلوا براحه وطريزاليز كما قال الشاب هذا. وان تو تري في فالجيري، وان شاء الله ربي يوفق الجزائر وان شاء الله اليوم وتجي بينالتي ان شاء الله. جي بينالتي مبروك ان شاء الله مسبقا على الجزائر والشعب الجزائري، وربي يحفظ هذا الوطن وابنائه. شكرا. اجواء رائعه. لا لا التنظيم كان محكم، اجواء رائعه دخلنا مليح ان شاء الله. وان تو تري في فالجيري، وان شاء الله نفدوا لاكوب هذه ونهدوا البلال بن حمود الله يرحمه وحمزه بركاوي الله يرحمه وان تو تري في فالجيري الله يحفظك. هاك صاحبي هاك السلام عليكم. كما راكم تشوفوا دخلنا للاستاد الله يبارك تنظيم مليح عجبنا الاستاد. وان تو تري في فالجيري ان شاء الله ماركي محيوس الحمد لله. حنا دخلنا الحمد لله ومنظم الله يبارك وان شاء الله يحفظ ربي ان شاء الله يحفظ تبون الرئيس وان شاء الله ندو هذه البلاد ان شاء الله نبدو هذه ندو هذه لاكوب وراي منمزه منمزه. الله يبارك الله يبارك. الحمد لله علي دخلنا بنظام والنظام كان منيح الله يبارك. ان شاء الله ندو تونوا لاكوب وتديها الجزائر ونشرفوا بلي ان شاء الله ان شاء الله يربحوا. وانتو تي في فالاجي شي تقولهم ان شاء الله يربحوا نربحوا ان شاء الله زوج زوج يماركي بالخير كمل خير ان شاء الله يماركي بالخير. مليح كي دخلنا بالنظام وان شاء الله يماركي محيوظ محيوظ وان شاء الله لاكوب تبقى هنا وانتو تري في فالاجي نربحوا وندوها لفينال وان شاء الله يا ربي يماركي محيوظ وانتو تري في فالاجيري يا فالستين